المجتمع المدني بعض فرصة الدستور، وبعدين المداخلة ديالو جالس أن بإمكان الداعي الجمعوي الحاكم المشاركة في المبادرة التشريعية لدى البرلمان، وهذه تستاق المسار الديمقراطية التشاركية. كذلك بإمكان المجتمع المدني من خلال الجمعيات أن يشارك في تحريك تقنية العراقيل لدى السلطات العمومية، ويشارك كذلك من خلال ذلك في المشاركة في صناعة القرارات وبرامج المشاريع لدى السلطات العمومية، وأنه بمعنى الفاعل الجمعوي بإمكانه أن يدرج النقاط في جدول أعمال السلطات العمومية والمجالس المنتخبة. طبعا تطرق الأستاذ كذلك إلى أن بإمكان الآن ليس بإمكان السلطات العمومية أن تقوم بهذه الجمعيات وتوقيفها، فالمسألة الآن أصبحت بمقرر قضائي، وعلى هذا الأساس أصبح الآن يعني مهمة من تركيز استمرارية السلطة القضائية، وأن في إمكان الفاعل الجمعوي أن يعني يتحرك بحرية أكبر. طبعا المسألة التي هي مهمة وتطرق لها الأستاذ وهو الفضاء الذي بإمكانه أن يمارس الفاعل الجمعوي إلى جانب الشباب بتحريك القوى الاقتراحية وتحريك مقترحاته ورقابته المعنوية على الأنشطة التي تقوم بها السلطات العمومية من خلال المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي. ولهذا نحن كفاعلين جمعويين نطلب بإشراك المجتمع المدني في إخراج القانون التنظيمي الخاص بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وأن تكون له الأولوية، وحتى نتمكن من خلق هذا الفضاء الحواري، وبعد ذلك نقوم بتحليل مختلف الاستراتيجية التي تمس الشباب، والتي كذلك مخططات التي هي مرتبطة بالسياسة الجمعوية التي تهم المجتمع المدني. إذا مثل لكي لا أردت سأعطي الكلمة الآن لأخ سيسيني بالحسن اللي تفضل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. دوري كان حي الحضور الكريم وجميع المشاركين في هذا اللقاء الثقافي والتربوي. كنشكر جمعية دعم المرأة في وضعية صعبة لأنها اخترقت واحد الموضوع اللي هو موضوع آلي، والموضوع ديال الساعة هو الحديث عن أدوار المجتمع المدني في مقتضيات الدستور الجديد، لأنني في هذه المواضيع غادي تعني النقاش وغادي تحاول توعي الشباب بالدور ديالو في ظل هذا الدستور اللي جا، وبالتالي كتعمق النقاش على اوسع نطاق. اذا انا سعيد جدا ان اجد بنفسي مساحه زمنيه ومكانيه في هذه الندوه الفكريه. ساعود الى الوراء بعد قليل واقول بان الدستور الجديد نتاع 2011 واللي كان الاعلان على فتح الورش في الخطاب الملكي ديال 9 مارس، هذا الدستور ما جاش من فراغ ولا جا فيها كصدفة، بل كان وليد واحد الظرفية اللي هي ظرفية عالمية، أن المجتمع العالمي كيعيش واحد الأزمة خانقة، وكان واحد الانحراف شعبي إقليمي في الوطن العربي واللي عصف بعض التنظيمات السياسية وطرحها من الشذوذ ديالها وأنقذها في مسألة التاريخ. بين هذه الظروف جت الحركة ديال 20 فبراير ونادت مجموعة من المطالب منها الإصلاح الدستوري، وكانت المبادئ ديالها هي محاربة الفساد والعدالة والحرية والكرامة. كانت الاستجابة بطبيعة الحال أسست واحد اللجنة لصيانة الدستور الجديد، لكن اللي كنلاحظو هو أن بعد مرور سنتين على هذا الدستور انه لم يتم التنزيل ديالو، وحتى هذه كلمه ديال التنزيل ماشي ملائمه، بل نقول تطبيق بنود الدستور على ارض الواقع، يعني 9
سريع بتطبيق البنود في الدكتوراه، لان سنتين تعليم طباع يعني طويله جدا. إذن كذلك أن هذا الدكتور صوت عليه الجامع وشارك الصيانة ديالو الجامع جامع المواطنين وأكد ما قاله الأستاذ، كذلك التنزيل ديالو السريع ديال التطبيق ديالو أن تكون هناك استشارة جماعية واستشارة وطنية لجميع الأطياف. لا يمكن أن يكون الاستشارة ولا الأغلبية حكومية ولا أغلبية برلمانية، فالدكتور هو شيء عام وشأن ديال جميع المواطنين وعموم ديال المواطنين. وكنلاحظوا بأن الدستور كاين جوج ديال الأنواع ديال الدستور. الدستور الصريح هو هذا الدستور اللي صوتنا عليه ولا صوتوا عليه هناك في 1 يوليو، وكاين واحد الدستور اللي كنسميوه الدستور الضمني، هو اللي كيحتاج إلى مجموعة ديال القوانين التنظيمية لبعض الدكتور وبعض البنود ديال هذا الدكتور. لذا فيها واحد الاثار المشترك ان هناك مجموعه ديال البيئات هي تعلم الشباب من عدم الجمعوي، هي المناصفه ومحاربه كل اشكال التمييز، المجلس الاعلى لطاقه التكوين، المجلس الاعلى كذلك للثقافه وما يتعلق باللغات واللهجات الى غير ذلك. واجمع الباحثون على ان هذا الدستور يعد جامد وكيتعرض للميت ما لم يتم تفعيله هذه القوانين المكمله له، لان الان دابا عندنا دستور جامد ميت ماشي حيوي، ولكن الحيويه ديالو والحياه ديالو والمفعول ديالو والقيمه ديالو غادي نلاحظوها عندما يتم تطبيقه على ارض الواقع، وغادي يتم تاسيس هذه البيئات المعينه. وإذا لم يتم استشارة جميع ديال المواطنين فإن هذا الدستور غادي يكون ناقص. أنا أعطيكم مثال، مثلا الفصل 29 من الدستور كينص على أن القانون والدستور كيضمن الحق للحياة للمواطنين، والقانون كيضمن هذه الحياة بقوة. العبارة بسيطة وسهلة ولكن المفعول ديالها عميق جدا. كيفاش غادي يمكننا نعطيو المثال؟ كيفاش غادي يمكننا نطبقوا هذا البند ولا هذا الفصل؟ احنا عندنا تيارات مثلا تنادي بإغلاق فكرة ديال الإعداد في المغرب، بعد أطراف أخرى التي هي تقليدية كتطالب ببقاء هذا البند نظرا لأنه نص تشريعي وأنه مستمد من الدين الإسلامي لا يمكن إلغاؤه. إذا لما يكون هناك حوار اللي هو جاد وحوار عسير فإننا سوف نصل إلى التوافق. كذلك بالنسبة للمجتمع الإنشاء اللي هي العليا للثقافة والتكوين، هذه الهيئة كتنص على أن المجتمع المغربي أن اللغة الأمازيغية هي اللغة الرسمية، وما كيهتمش اللغة الحسانية، ما كيهتمش اللغات الأخرى والثقافات الأخرى، وما كيهتمش كذلك بعض اللغات العالمية الأكثر تداولا كالفرنسية والإنجليزية وغيرها. إذا حنا في ظل هذا المجلس كيفاش غادي يمكننا نصنعوا واحد المواطن مغربي خالص إذا لم يتم مثلا الإحضار المعلوميات الجديدة والتقدم العلمي والثقافة الغربية وأشياء كثيرة في المجال، لأنه لا يمكن. إذا فكذلك مثلا بالنسبة للمجلس نتاع المناصفة والتمييز ومحاربة الأشياء، كذلك هذا كيستدعي منا واحد النقاش عميق، واحد النقاش واسع لجميع الأطياف. كما ذكر الأستاذ أن لا يكون هذا النقاش ولا هذه القوانين ولا هذه المكملة للدستور حكرا على واحد الفئة دون فئة أخرى. كذلك أن تفعيل الفصل نتاع المجلس الأعلى للتنمية والتكوين غادي يواجه صعوبات كثيرة
وصعوباتها ارتباط التعليم والتكوين والخصوص في عالم اليوم، والإجابة عن الأسئلة التالية كما قلت صعبة. إذا سأعود مرة أخرى أذكر فقط ببعض البنود المتعلقة بأدوار المجتمع المدني في ظل الدستور الجديد. إذا الفصل 12 ضمن نص على أن المجتمع المدني في المنظمات غير الحكومية يؤسس ويمارس نشاطه في كل حرية في نطاق احترام الدستور والقانون، ولكن كيزيد هذا احترام الدستور والقانون، يعني كيقول انه كل المجتمع المدني تمارس النشاط ديالها بحرية وبتلقائية، ولكن تسليم بواحد العبارة اللي هي احترام الدستور والقانون. كذلك في 16 على السلطات إحداث بيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وقد أشار الأستاذ إلى هذا المجال. الفصلين 14 و15 وسعة دائرة الفعل المدني لتشمل جميع المواطنين والمواطنات، وأنهم لهم الحق باش يمشيو يبحثوا عن المعلومة، وجهات المسؤولة خاصة تعطيهم المعلومات. كما أشار الأستاذ أن على المجتمع المدني أنه شارك، مثلا مجلس بلدي ولا الجماعة الترابية ولا الجماعة القراوية كتنسق شؤون الأعمال وكتناقش الأفكار وفق التصورات ديالها. دابا المجتمع المدني عنده الصلاحية أنه يمكن له يتدخل ويوضع واحد النقطة في شؤون الأعمال ديال هذاك المجلس ويتبعها ويشوف التنفيذ ديالها ويراقبها ويوضع كذلك ملتمسات لتصحيح تعطل اللي حاصل في هذا المجال. وفي الأخير أنا الأستاذ أشار إلى جميع القضايا المتعلقة بأدوار المجتمع المدني في إطار وضع مشاريع وخطط في إطار التنمية المستدامة إلى غيرها، لكن كما أشار الأستاذ يجب كما صوت المغاربة كلهم صوتوا على الدستور وباعتراف ديالو، كذلك التنزيل ديالو والتطبيق ديالو وتطبيق البنود ديالو، كذلك يجب ان يتم اشراك جميع الهيئات وجميع الاطياف، وبالتالي حتى ما يكونش واحد الدستور اللي هو ناقص وجامد، وبالتالي ما كيلبيش المطالب ديال المجتمع المغربي. وأكثر من هذا القدر، وشكرا.